إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفيل ولا معين ولا والدة ولا والد ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمل الله، ولا الكرسي يسند الله، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيد السادات وقائد القادات محمدًا عبده ورسوله، الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أتقى ولا أنقى ولا أعبد ولا أخشع لله من الحبيب، فصلوا على الحبيب. رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، بل إن الله سبحانه وتعالى نادى على كل الأنبياء بأسمائهم مجردة بياء النداء، فقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة، لكن لا تجد في القرآن نداء واحدا يقال فيه يا محمد. والله ما نادى الرب العلي على الحبيب النبي بياء النداء قط، ولكن قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وزكاه ربه في
فإذا ضاق بك الأمر فأذن للأصحاب صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عدد يصلي على محمد وفي إخوة الفضلاء الحضور النبلاء السادة الأعزاء المجلس الموقر المحترم أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت هذه صفات المرأة الصالحة ومن صفات المرأة الصالحة كما قال النبي إذا نظرت إليها سرت وإن أمرتها أطاعت وإن غبت عنها حفظت إذا نظرت إليها سرت يعني تدخل السرور على قلبك وليس معنى هذا أن تتزوجها جميلة الجميلات فإن بعض الشباب يشترط مواصفات خاصة في المرأة في الجسم وفي البدن وفي النهاية يقع في مصيبة كبرى وفي طامة عظمى لأنه لم يبحث في بداية الأمر عن صاحبة الخلق والدين فلا يشترط أن تتزوجها جميلة الجميلات فإن جمال الروح وإن جمال الدين وإن جمال العقل وإن جمال الأخلاق مقدم على جمال الجسم والبدن والنبي يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وإن أمرها أطاعت إن أمرها بحجاب إن أمرها بصلاة إن أمرها بمعروف أطاعت الأمر واجتنبت النهي لكن إن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن غاب عنها حفظت حفظته في ماله لن تجدها أبدا في يوم من الأيام تأخذ من ماله من وراء ظهره لتعطي أقاربها لن تجدها في يوم من الأيام تعير زوجها بفقره أو بضعفه أو بسوء أخلاق أهله حفظته في ولده حفظته في أولاده
قامت على تربيتهم تربية دينية أخلاقية، لن تقول له كما يقال في المسلسلات والأفلام: أنت ما تزوجتني لأكون خدامة لك ولأولادك. لا، لم تقول هذه الكلمة، فهي تعلم أن خدمة الزوجة لزوجها شرف لها ورفعة لها بين يدي ربها. لن تجدها في يوم من الأيام تدخل أحداً في بيته إلا بعلمه، ولا تخرج هي من بيته إلا بإذنه. هذه هي المرأة الصالحة. والمرأة في الإسلام لها مكانتها، لا كما يقول الأعداء بأن الإسلام ظلم المرأة. لن تجد أحداً على وجه الأرض رفع من شأن المرأة كما رفعها الإسلام. فلن تجد مثلاً في المصحف صورة تسمى في القرآن بصورة الرجال، لكن لو فتحت القرآن سوف تجد صورة كبيرة من أطول صور القرآن تسمى بصورة النساء. إنما النساء شقائق الرجال، وقال النبي: استوصوا بالنساء خيرا، وقال النبي: رفقا بالقوارير، وقال النبي: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. واعلم أيها الرجل أنك لست من خير الأمة بكثرة صلاتك وصيامك، إنما أنت من خير الأمة بحسن معاملتك مع زوجتك. قال النبي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عاملها بأدب، بل عامل والديها بأدب، يعني أمها وأبوها عاملهم معاملة حسنة، يعني بالبلد. زوجوها لك، أنجبوها وعلموها وكبروها وزينوها وجهزوها وزوجوها لك وفرحوا بك أمام الناس جميعا، أين رد المعروف؟ رد المعروف تمنعها من أهلها، رد المعروف تمنعها من بيت أبيها. أيها الزوج، ضع هذا الكلام حلقة في أذنك. أبوها يريد منك أن تكون مثل ولده، يريد منك أن تجعل ابنته في أمان، في راحة نفسية، لا يريد أن تدخل ابنته عليه منكسرة في عينها حزن لا تستطيع أن تتكلم به. إياك يا عبد الله أن تزمق زوجتك وأن تجعلها في حالة نفسية شديدة من سوء معاملتك. رفقاً بها، رفقاً بها أيها الزوج. والمرأة في الإسلام عنصر متميز، بمعنى أنك إن علمت شاباً فقد علمت فرداً، لكن لو علمت فتاة فقد علمت أسرة. يعني البنت حينما ترى أمها ترعى زوجها ثم تتزوج تقلد أمها عندما تتزوج، لكن إن رأت أمها تتطاول على زوجها ولا تهتم بكلامه تشرب هذه العادات مع حليب الأم. فالمرأة لها دور كبير، هي نصف المجتمع، ولكن هذه الكلمة غير صحيحة، بل هي المجتمع كله. نجل ذلك قال القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فنحن نطالب من الأمهات بالاستقامة في البيت. والله يا آبائي، البيت الصالح
لا يوجد فيه سب دين ولا شتم ولا لعن. البيت الصالح ما فيه كلمة بذيئة إطلاقاً، ولا موقف عنيف، ولا خبط أبواب، ولا تكسير أواني. البيت الصالح فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة. هذا هو البيت الصالح. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان صلى الله عليه وسلم بساماً ضحاكاً. والحب أيها الزوج تضعه أنت بيدك، بالتسامح أحياناً، بالتعاون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويعلف دابته ويكنس بيته ويعمل كما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمعاملة الزوجة برفق شيء والله رائع جدا. فأقرب الناس إليك زوجتك، فمن لها غيرك؟ فهي أم أولادك وغسالة ثيابك وطاهية طعامك. وليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، إنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها. اسمعني عم الشيخ حسن، أرجو منكم أن تستمعوا، أنا مرضيش يبدأ غير لما الشيخ صديق عشان هذا المهرجان. أنا أحب إذا تكلمت أن أسمع، هذا طبع فيه. المرأة الصالحة قال عنها الإسلام العظيم: من كان له بنتا فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤسر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. والمؤمن الأول في الإسلام امرأة، خديجة بنت خويلد. والشهيد الأول في الإسلام امرأة، سمية أم عمار. وأول من سكن الحرم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة امرأة، هاجر أم إسماعيل. فالزوجة المسلمة يجب عليها أن تقتدي بالصالحات، عزها في إصلاح شؤون بيتها وتربية أولادها على مبادئ دينها. تراها تقتدي بالصالحات، بخديجة وعائشة وفاطمة وأسماء، من أبعد الناس تراها عن السفهاء. فيا أيتها المسلمة، صلاح الدين لم يخرج من رحم امرأة تافهة همها في مشاهدة مسلسل أو سماع أغنية تقتل به وقتها، إنما هي معتزة بدينها، فخورة بعفافها، وزيرة صدق لزوجها. هذه هي التي تربت على الدين. من أجل ذلك أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. في أي أب لا يربي ابنته تربية حسنة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في أي أب يخرج ابنته من بيتها ببنطال ضيق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. في أي أب يدع ابنته على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى شبكات التواصل تتواصل مع الناس مع كل من هب ودب؟ واقعنا مرير، والخيانات في البيوت قد كثرت، والفاحشة
الفاحشة قد انتشرت بسبب عدم احترامنا لديننا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يسمع عن مصائب مصائب في البيوت من أجل التفريط في التربية من عدم حسن أخلاق أولادنا وبناتنا. لماذا وضعت الحبل على الغارب؟ أعداء الإسلام يريدون من المرأة المسلمة أن تكون خادمة في مقهى، راقصة في ملهى، ممتهنة على متن طائرة، وقحة مسترجلة، لا هي في الرجال ولا النسوان ترقص على البركان. يريدون من المسلمة أن تكون عاهرة سافرة فاجرة، يريدون من المسلمة أن تكون كالبهيمة في مسلاخ بشر. يا آبائي ويا إخواني، حافظوا على هذا الدين فإنكم مسؤولون عنه أجمعين. وفي النهاية، إن بعض الناس، وهذا من ظلمه للمرأة، وأرجو منك أن تركز معي جيدا أيها الموحد، يقولون بعض الناس من ظلم المرأة، يقول إن النساء كيدهن عظيم، يقولون إن النساء كيدهن عظيم. يا أخي، من قال لك هذا الكلام؟ ما هو دليلك؟ قالوا: يقوله الله في القرآن. أبدا، الله ما قال في القرآن: يا نساء العالمين إن كيدكن عظيم، وإنما ذكر الله القصة على لسان عزيز مصر، وعزيز مصر رجل كافر لا نأخذ منه الأحكام ولا التشريعات. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن من القائل؟ عزيز مصر. وما هو كيد امرأة العزيز؟ لماذا صنعت هذا الأمر؟ لأنها أحبت يوسف، كيدها حب. أما كيد الرجال فذكر في سورة يوسف قبل كيد النساء على لسان نبي الله يعقوب، وهو نبي يوحى إليه. يوم أن أخبره يوسف بالرؤيا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. كيد الرجال حقد وغل وحسد، أما كيد المرأة حب. فأي كيد أعظم؟ والله ما سمعنا عن امرأة تتخاصم مع امرأة في مركز الشرطة، أو بينها وبين امرأة أخرى قضايا في المحاكم. الاختلافات دائما وأبدا بين الرجال، أما النساء فهن في البيوت، ما عندهم كيد، ما عندهم كيد. وماذا أراد إخوة يوسف؟ أرادوا قتله، اقتلوا يوسف. فأي كيد أعظم؟ لن تجد دينا على وجه الأرض أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام. وأخيرا، وأختم بهذه القصة وأختم بهذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم بيته كانت تحصل فيه مشاكل، وهذه رسالة أوجهها إلى الناس جميعا، أن البيوت لا بد أن تقع فيها المشاكل. بيت أعظم إنسان حصلت فيه مشاكل. اسمع إلى هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف، النبي كان عنده ضيوف، كان رجل كريم. الشيخ خير أبو رضوان دائما وأبدا يدقق على مسألة الكرم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف في بيت عائشة، فطرق الباب ففتحت عائشة فإذا بالخادم قد جاء بصحفة، صحفة يعني طبق فيه طعام. فقالت عائشة للخادم: من أين هذا الطعام؟ فقال لها الخادم: من جارتك فلانة، يعني من ضرتك، من مرت النبي الثانية. فقالت عائشة: اليوم يومي وتأتي بزيارة في ليلتي؟ فما كان من عائشة إلا أنها مسكت الطبق وجلدت به الأرض، كسرت، والنبي ينظر والصحابة ينظرون: أيحدث هذا في بيت رسول الله؟ ثم قام النبي وجمع الطعام بيديه الشريفتين وقال لعائشة: ائتيني بصحفتك، هات الطبق بتاعك. وهذه رسالة نوجهها إلى الذين يقولون بأن النبي كان لا يقبل العوض. لا، كان النبي يقبل العوض، ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه. ثم أخذ النبي يجمع الطعام في الطبق ونظر إلى الضيوف وإلى الصحابة وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. فقالت: يا رسول الله، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. أي وبغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معها أحيانا ويقول لها: يا عائشة، إني لأعلم غضبك من رضاك. فتقول: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يقول لها: إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: والله لا أفارق إلا اسمك يا رسول الله. وفي يوم من الأيام اشتد الخلاف بين النبي وبين عائشة حتى كاد أن يصل إلى الطلاق. النبي كان هيطلق، حتى كاد الخلاف أن يصل إلى الطلاق بينه وبين عائشة. فقال: أتقبلين أبا بكر حكما بيننا؟ أبو بكر يقرب لها إيه؟ أبوها. قالت: وافق. فدعا النبي أبا بكر، فجاء أبو بكر فقال النبي: يا أبا بكر، لقد حدث بيني وبين ابنتك خلاف، وقد دعوتك لتفصل بيننا ولتحكم في القضية. ثم قال النبي: يا عائشة، تتكلمين أولا أم أتكلم؟ فقالت عائشة وهي متضايقة، قالت: بل تكلم أنت أولا ولا تقل إلا حقا. فأبو بكر قال لها: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا وما ينطق عن الهوى؟ ثم أخذ أبو بكر يضربها في جنبها ويقول: كيف تقولين هذا لرسول الله؟ ثم احتمت بظهر رسول الله من شدة الضرب، ورسول الله يدافع عنها ويقول: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما لهذا دعوناك يا رجل؟ ما دعوتك يا أبا بكر لضرب؟ ثم خرج أبو بكر كئيبا حزينا من بيت رسول الله، يخاف أن تطلق ابنته بسبب هذا الخلاف فتنقطع الصلة بينه وبين رسول الله. ثم اصطلح النبي مع عائشة بدون وسائط وبدون أجواد، ثم قال للخادم: خذ هذا الدرهم وأتني بعنب من السوق. فخرج الخادم أنس بن مالك، وأبو بكر في الخارج يتلدد على مثل الجمر، على صفيح ساخن، على أحر من النار. ثم قال أبو بكر في الخارج للخادم: يا أنس، كيف الحال في بيت رسول الله يا أنس؟ فضحك أنس وقال: يا أبا بكر، اصطلحا واشتريت لهما عنبا. فدخل أبو بكر البيت غير محتشم، يعني بغير نحنحة، لأن التي في البيت هي ابنته. ثم وجد أبو بكر النبي وعائشة يأكلان العنب، فقال أبو بكر: يا رسول الله، دعوتماني في خصامكما،
ونسيتماني في صلحكما؟ فقال النبي: اقعد يا أبا بكر فكل معنا. وهكذا انتهت القضية. قلت لك يا عبد الله، معاملتك لزوجتك برفق والله شيء رائع جدا، أن تتحدث معها بأدب. هذه نصائح، وأرجو منكم ألا تتضايقوا من نصائحي، لأن الذي يتضايق من نصائحي يضايق نفسه. هذا يذكرني بالرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلامرأته غاظ ولا على نفسه أبقى. الضرر يرجع عليك إن كنت متضايقا من نصائحي، فأنا والله ما أريد إلا أن أنهض بأمتي وأن أنهض بمجتمعي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الجمع مرحوما والتفرق من بعده معصوما. اللهم بارك للعروسين، بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما في خير. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، وسعي نجعل خالصا صوابا. أعذه يا رباه أن يشابا بشرك أو بدعة أو إعجابي، وتب علينا أحسن المتاب. ونسأل الله القبول والهدى والعفو والصفح عن الذنب غدا، وأن يقيل العاثرات والزلل، وأن نكون مخلصين في العمل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زواجا مباركا، مبارك للعروسين، وإن شاء الله عقبال أولادكم، وعقبال لما تجوزش يتجوز، وعقبال اللي يتجوز يتجوز تاني وتالت ورابع، لأنه موضوع الزوجة التانية تاعب الناس جميعا والله نفسيا. فأسأل الله عز وجل أن ينيلك مرادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.